السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أنا عايز كل معزة وكل جدي وكل واحدة راحت ترقصت قدام اللجان، وكل واحد سمح لأخته أو لمراته أو لبنته ترقص قدام اللجان عشان السيسي. عايز كل واحد كان بيدافع عن السيسي يجي دلوقتي عشان هوريك تقرير، هوريك بوست، هوريك تحليل اقتصادي للوضع اللي بتعيشه مصر من أهم رجل في مصر بيأيد عبد الفتاح السيسي. أهم رجل في مصر بيؤيد عبد الفتاح السيسي، فأنا عايز كل واحد بقى سيساوي كان بيدعم السيسي كان بيقول لك مصر في 2030 هتبقى دولة عظيمة. تعالى هوريك اقتصادي بيدعم السيسي ازاي قال على مصر القرض اللي خدناه أول امبارح في صندوق النقد، قال لك خدنا 347 مليون دولار ما يكفيش إن نشتري علف للفراخ لمدة أسبوع. طب قيمة القرض ده خدناه ليه؟ عشان انا قلت لك في الفيديو اللي فات وطلع الناس السيساويه شتمونا كالعاده كالعاده، يا خونه يا خونه قعدتوا تشتموا فينا. قال لك القرض ده لا يكفي لشراء الاعلاف. هوريك دلوقتي ان اهم اقتصادي، اهم رجل اقتصادي داعم لعبد الفتاح السيسي خرج وقال لك لم يستطيعوا ان يحتلوا مصر عسكريا لكنهم فعلوها اقتصاديا. ده مش كلامي، ده كلام اهم رجل داعم لعبد الفتاح السيسي. هوريك دلوقتي الرجل اللي داعم لعبد الفتاح السيسي ازاي قالك ان احنا على مدار سنوات كنا بنصدق التقارير المصريه اللي بتخرج وكنا بنكذب الاعلام الخارجي وكنا بنقوله بيتآمر على مصر لكنه طلع صادق الاعلام الخارجي. هوريك اهم اقتصادي داعم لعبد الفتاح السيسي وهو بيقول لك ان احنا صرفنا خزينه الدوله على الكباري وما عملناش مشاريع تنمويه تدير على الدوله ربح علشان مصر تقوم لها قائمه اقتصاديه. هوريك اهم اقتصادي داعم لعبد الفتاح السيسي وهو بيقول لك نصا خدعونا بالتقارير الاجنبيه، منظمه امريكا مش عارف ايه للبتنجان الرماني، معهد مش عارف ايه اللي كل اللي فيه كان موظفين اسرائيليين وكان يصدروا تقارير يقول لك ان مصر سنه 2030 هتبقى دوله عظيمه. وكان كنا نخرج نقول يا جماعه المعاهد دي والتقارير دي الموظفين اللي فيها اسرائيليين اصلا. يا جماعه ما تصدقوش مصر رايحه لكبوه اقتصاديه غير طبيعيه. كنا نتشتم ونتهاجم ويتقال علينا كلام ونتسبب عرضنا في قلب الكومنتات على اليوتيوب. وعلى فكرة انا بسيب الناس اللي بتشتم عارفين ليه؟ عشان في يوم من الايام يروح للكومنت اللي شتمني بيه ويبص لوضع مصر وقد ايه يحتقر نفسه ان سمح لاهله، سمح لعرضه وشرفه يرقص على امام اللجان، وفي الاخر يخرج اهم داعم اقتصادي واهم محلل اقتصادي لعبد الفتاح السيسي عشان يتكلم الكلام اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي وانا بكلمكم. ده كلام من هاني توفيق يا جماعة، ده كلام واحد داعم لعبد الفتاح السيسي. خدوا بالكم الكلام ده في 2022، في ديسمبر 2022 احنا كنا بنقول كده من 2013 و2014 كنا بنقول السيسي جاي عشان يخربها، جاي عشان يسلمها ضلف. يا جماعه جاي لاستنزاف مصر اقتصاديا عشان ما يكونش لنا قرار، جاي لاستنزاف مصر اجتماعيا عشان تبقى الاسر متفككه، جاي لاستنزاف مصر وجعل اهلها شيع. ده بيقرا ده وده 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 شغال جاسوس على ده وده او ده عمال يبلغ عن ده ووضع غير طبيعي. كنا بنقول كده بعد 9 سنين جاي اهم داعم اقتصادي لعبد الفتاح السيسي عشان يتكلم ويقول لكم كده. ده بقى هاني توفيق اقتصادي داعم لعبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، تمام؟ قال لك الخلاصه استدرجونا وخلعوا. والله ضحكوا علينا ضحكوا علينا ضحكوا علينا ورا مصنع الكراسي واحنا مش واخدين بالنا، اصل كنا بيبيهات، كنا بيبيهات ما كناش واخدين بالنا. قال لك كما ذكرنا اكثر من مره صناديق ومؤسسات الغرب الماليه الاستعماريه فشلوا في ترقيعنا عسكريا كسوريا والعراق وليبيا واليمن. ايوه اللي هو جه عبد الفتاح السيسي وانقذنا، ما خلاناش زي سوريا والعراق. انا عايز اقول لكم ان حجم الديون الخارجيه اللي على مصر اقوى من سوريا ومن العراق. لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم، بس هو ده اللي حصل، واقوى من اليمن. والله العظيم احنا علينا ديون اقوى من سوريا ومن العراق ومن اليمن، تمام؟ من دول الربيع العربي. شفت؟ قال هو ضد الربيع العربي. انا بقول لك شفت، انا بوريك قد ايه هو داعم لعبد الفتاح السيسي. فاوقعونا اقتصاديا يا عيني يا عيني ما كناش واخدين بالنا يا عيني، واحنا كنا مش عايزين نبقى زي سوريا والعراق عسكريا فخلونا اقتصاديا، كناش واخدين بالنا. والامثله من تقريرهم المضلله. طب ما انت يا هاني يا توفيق قعدت السنين اللي فاتت تاخد امثلهم المضلله، قعدت السنين اللي فاتت تاخد امثلتهم المضلله وتنشرها وتتكلم عنها. قال لك من الامثله المضلله اللي كان ديه ونشأة الديه واحمد موسى ومحمد الباز وعمرو اديب ولميس الحديدي والقلاديش، دول كلهم كانوا بيتناولوها لما كان دايما يخرجوا يقولوا لك مصر الاعلى في النمو الاقتصادي
في دول المنطقة. مصر سادس أكبر اقتصاد في العالم سنة 2030. ديون مصر الخارجية في الحدود الآمنة. وإشادة بالسياسات المالية والنقدية والإنجازات والملوخية والفول والطعمية. مش ده اللي كان بيتقلكوا؟ مش ده اللي كان السيسي وإعلامه دي 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 بيفضل يرمي ليه الناس أناء الليل وأطراف النهار؟ كل ده هاني توفيق اللي هو أهم داعم لعبد الفتاح السيسي اقتصاديا قالك كل ده؟ كانوا بيضحكوا علينا، كانوا بيغرغروا بينا، كانوا بيغرغروا بينا. تمام. واتضح من كل ما سبق ان كان الغرض منه اسقاطنا في اسقاطنا في في مستنقع ديون. بس احنا ما كناش واخدين بالنا، معلش احنا ما كناش واخدين بالنا ان احنا بقينا وصلنا بالديون من 30 ولا 33 ولا 40 مليار دولار في عهد محمد مرسي ل 470 مليار ديون خارجيه وداخليه و 170 مليار خارجي بس. ولا كناش واخدين بالنا، كناش واخدين بالنا، كناش واخدين بالنا. وهم يعلمون قبلنا اننا لن نستطيع سدادها. ليه؟ علشان احنا بنعمل كباري، بنعمل كباري، بنعمل كباري وطرق، كناش هنعرف نسدها، كنا بنعمل كباري وطرق. طب كنا ساعتها بنقول لكم ما تعملوا شركات ومصانع. احنا كنا خوانا متآمرين على مصر، بس كنا بنقول لكم اعملوا شركات ومصانع، اعملوا حاجات تدير ربح على الدوله عشان تعرفوا تسدوا الديون اللي بتاخدوها كل يوم الصبح. لك اسكت بقى الخاين العميل. مش كان بيتقال كده؟ كان بيتقال، كان بيتقال كده. وانتوا اعتقد الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، الناس المحترمين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، عارفين كان بيتقال كده، كان بيتقال لنا كده. المطلوب حاجه واحده بس، اصبروا وستروا، اصبروا وستروا. العجب العجاب في مصر، بس اصبروا بقى، لان احنا ما بنعملش نص ونص، ما اعرفش. فقال لك كنا عارفين ان احنا ما نقدرش نستطيع ان نسدد ديانها لهشاشه اقتصادنا. لا لا يا هاني يا توفيق، ما كانش، كانوا عارفين انك مش هتقدروا تسددوها عشان ابنهم البر موجود وبيعمل فناكيش، بيعمل قناة السويس بمليارات، تفريعة بمليارات علشان رفع الروح المعنوية، بيعمل مسلسل الاختيار كل ممثل واخد له 15 مليون، بيعمل ليكوا عاصمة إدارية في الصحراء لا يسكنها أحد، وبيعمل قطار سريع هيمر في قلب الرمال المتحركة في قلب الصحراء ما حدش هيركبه، قطار بلا ركاب في مدينة بلا سكان لشعب يا إن أنين المستضعفين. ده اللي كان بيعمله، صح؟ طيب. قال لك والتخطيط العملي والنموذج ومش عارف ايه بلا بلا بلا. طيب وبعد قرار الصندوق امس وبمبلغ مش عارف، شوفوا ادونا 347 مليون، احنا كنا عايزين اكتر بس ادونا 347 مليون. لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يكاد يكفي الاسترداد الاستيراد علف الدواجن لمده اسبوع. طب المبلغ ده احنا خدناه ليه؟ هنعوم بيه الجنيه ليه؟ ده اللي قلته لكم امبارح يا جماعه في الفيديو، ده اللي قلت لكم امبارح 437 او 447 مليار دولار هنعمل بهم ايه؟ ده ما يكفيش نجيب علف لمده اسبوع واحد للفراخ. هاني توفيق الذي يدعم عبد الفتاح السيسي وضد الربيع العربي فوق زي ما انتم شفتوا قال لك ده ما يكفيش. اقول لاولي الامر، اولي الامر، اقول للسيسي بقى، اقول للسيسي الذي خربها وقعد على تلها، دخلت الوظيفه ولم تغتني وخرجت منها يا مولاي كما خلقتني. الأيام القادمة في منتهى الخطورة، وستضطرون إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالتضخم الحاد وبسعر الصرف ومعدل الفائدة والحزم التمويلية المصاحبة لها وهذا التضخم. يعني في تضخم هيحصل؟ أيوه. يعني في ارتفاع أسعار هيحصل؟ أيوه. يعني في مش عارف هيحصل؟ أيوه. أنت أنا هفضل أقول لك أيوه للصبح، ده في حاجات كتير جدا هتحصل مع الشعب المصري العظيم ده. طيب، وعليها أن تعدوا أنفسكم والشعب لها. طب والشعب ده جاي معاكم في أي خرابة كده، أي بتاع جايبين الشعب معاكم في؟ أيوه يا ابني طبعا، اللي أنت في إيه؟ هو مين اللي هيشيلها؟ الشعب. هو هيخرج السيسي بكرة ولا بعد بكرة يقول لكم عارفين أنتوا الديون دي فاتورة ثورة يناير؟ يلا. ما هو مفيش حد بيقول له اقف اقف عندك، انت بتقول ايه؟ مفيش حد بيقول له كده عادي. ميغا 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 ميغا. تمام. وبدراسه تعمل على مختلف المسارات الاقتصاديه والاجتماعيه، الكلام كل ده. واكرر، يجب ناس في منظومه واليات اتخاذ القرارات الاقتصاديه. علي النعمه ولا مصطفى مدبولي له قيمه، ولا وزير الماليه له قيمه، ولا اي حد في بلد اللبلب دي كلها لها له قيمه. هو عايزين الليله دي كلها تتعدل، السيسي يمشي، السيسي يرحل، هي ده دي القصه كلها. وده كان البوست بتاع هاني توفيق اللي كان مؤيد لعبد الفتاح السيسي وما زال مؤيد لعبد الفتاح السيسي على فكره. مين بقى اللي حاسب على الفاتوره دي؟ الكلام ده، الكلام ده كلامي، ده كلام بقول لك اهم داعم اقتصادي. هذا الرجل يقال ان اخيه كان وزير قطاع الاعمال السابق، يقال الله اعلم واعلم هذا صادق ولا لا. بقول لك ده كلام اهم داعم اقتصادي لعبد الفتاح السيسي. تقدر انت كعنزه كمعزة
انت كمعزة بتروح ورا مصنع الكراسي كل يوم تقدر النهاردة تخرج تقول ان احنا في وضع اقتصادي احسن وان الوضع ده بيحصل في بريطانيا. الكلام اللي بيبدأوا دلوقتي هم حاليا بقى ايه؟ مش كان زمان يقول لك تقرير معهد البتنجان مش عارف ايه زي ما هاني توفيق قالك زي ما قالك زي ما انا لسه قريلك تقرير معهد البتنجان مصر ستتطور كان زمان بيضحكوا عليك بالكلام ده. طب النهاردة بقى النهاردة بيضحكوا عليك بايه؟ يا ابني اهدى، فرنسا فيها غلاء، بريطانيا فيها بتنجان، فاسبانيا فيها رمان، فاتقل يا ابني اهدى، العالم كله بيعيش أزمة اقتصادية. العالم كله ما بيعيش أزمة اقتصادية زي اللي مصر بتعيشها، والدليل ان كل وسائل الدليل مش هقول لك كل وسائل الاعلام لحسن تقول لي ما انت ازاي رفضت وسائل الاعلام قالت مصر هتبقى قويه في 30 وجاي تقول دلوقتي تقول لي وسائل الاعلام. الدليل ان اهم دعم اقتصادي لعبد الفتاح السيسي قال لك احنا لم يستطعوا ان يقدروا على مصر عسكريا لكنهم قدروا عليها اقتصاديا. وقدروا عليها اقتصاديا من مين بقى ان شاء الله؟ ايه كان سخنتوت مش عارف حاجه؟ لا ده جايبه مخطط وعارف نفسه بيعمل ايه. ازاي ازاي تبيع بيتك يا مواطن يا اللي بتفهم؟ ازاي تبيع بيتك عشان تدخل عداد كهرباء؟ بقول لك بابا عايزين ناكل، بابا عايزين نروح المدرسه. لا انا استنى يا ابني انا جبت الكوره في الكوتش بينور. ازاي ازاي تعمل كباري؟ ازاي تروح تعمل كباري؟ ازاي تعمل مدن خرسانيه مفيش بني ادم بيسكنها وراح يعمل قطار سريع هناك في قلب المدينه الخرسانيه مفيش بني ادم بيسكنها بمليارات الدولارات بالقروض؟ مين عمل ليه؟ كان نايم على ودانه؟ لا ده كان واعي ومدرك تماما كل حرف بيعمله مخطط. هو جاي ينفذ اجنده، في اجنده بينفذها. الاجنده يا سيسي هتبدا كالاتي: اول حاجه تجعل الشعب المصري شيع، تحبس كل الناس اللي فاهمه مخططك، تطرد كل الناس اللي فاهمه مخططك، سجون ابني سجون، ده كان اول حاجه. اعمل اللي حصل في رابعه في النهضه في شوارع مصر، ده كان اول حاجه. تاني حاجه هتعمل ايه يا سيسي؟ تعمل الاتي: تفرط في حدود مصر، تفرط في مياه مصر، تفرط في الجزر المصريه. ليه؟ علشان لما تمشي يجي اللي بعدك عايز يرجع الحاجات دي، ندخل في سلسال من القضايا الدوليه والحروب غير المنتهيه. فتعمل كده يا سيسي، ده اسرائيل اللي قالت له كده. طب بعد منها اعمل ايه تاني؟ تعمل كبوه اقتصاديه في مصر ما تخليش مصر ترفع راسها لمده 200 سنه. ازاي؟ بالديون. احنا عايزينك تجيب ديون من كل شبر في الكره الارضيه، واحنا هنخلص لك، واحنا كاسرائيل هنخلص لك. انت عارف اللوبي بتاعنا في كل مكان، في كل خرابه لنا لوبي. احنا هنخلص لك كل حاجه، بس انت ما تسيبش متر في الكره الارضيه بتاخد منه ديون. ليه؟ علشان البلد دي تبقى مديونه موحوله، شعبها الاسر ذات نفسها، الاب بلغ عن ابنه في يوم من الايام، والست انفصلت عن زوجها في يوم من الايام عشان هي سيساويه وهو مش سيساوي، وضع ماساوي، وخرجوا على الحجار يقول لك انتوا شعب واحنا شعب. انقسام غير طبيعي لم تشهده مصر في تاريخ الانسانيه، في تاريخ مصر من 7000 سنه. كل ده كان مخطط ومنظم ومرتب ان يحدث للشعب المصري، انه يحصل للشعب المصري. وبعد منها باع الجزر بعد عشان نبدا. طب لما نيجي السيسي يمشي عايز ارجع الجزر بتاعت بلدي، فادخل في عراق مع السعوديه، عايز ارهن النهر النيل واللي حصل له، فادخل في عراق مع اثيوبيا، عايز ادخل في اللي حصل في ليبيا، فادخل في عراق مع ليبيا، اللي تم التفريط فيه في المياه الاقليميه للبحر المتوسط، ادخل في عراق مع قبرص ومع اليونان. هو سابك مش هتقوم لك قومه. هو ده مخطط، ده مخطط. ونهايتها كانت ايه؟ بالاقتصاد. هات لينا قروض من كل شبر. طب والقروض دي نعمل بها مصانع وشركات؟ غسلت غسلت قروض شركات ايه؟ تعمل بها كباري وفناكيش، وخد منها اللي تقدر تاخده انت وقراضيشك، خد منها فلوس اللي تقدر تاخده انت وقراضيشك، واشتري طيارات، اعمل بها مدينه ملاهي، اعمل بها مدينه ترفيهيه، اعمل بها عاصمه اداريه في قلب الصحراء مفيش بني ادم بيسكنها، اعمل بيها كباري، طرق، كباري وطرق، طرق وكباري، ومدن خرسانيه ما حدش ساكنها، وهات منها وخد منها مليارات، واعمل موكب المومياوات اللي بيتصرف فيه ملايين، وخد منها مليارات، واعمل مش عارف احتفال قنوات السويس وافتتاح قناه السويس اللي ملهاش لازمه خالص، وخد مليارات من الشعب، واعمل واصرف في التافه، اصرف في التافه، ضخ مصاريف في التافه، واصرف في الاعمال الدراميه اختيار واحد واثنين وثلاثه، وعظم من انجازاتك، وكل ده في الاخر صفر على الشمال فيما يشعر به المواطن الان، للدرجه اللي خرجت اهم اقتصادي داعم لعبد الفتاح السيسي. مش انا، ده اهم اقتصادي داعم لعبد الفتاح السيسي خرج يقول لك لم يستطيعوا ان يحتلوا مصر عسكريا فانهوا عليها اقتصاديا، والسبب في السياسات النقديه. لا، السبب السيسي، السبب السيسي. ما انا قلت لكم انا اسف للمره الثانيه، هو ما كانش واحد واخد على مصنع الكراسي وقعده على
لا ده هو عارف كان بيعمل ايه وبيخطط لايه وبينفذ لايه علشان بعد عمر طويل يتعمل له نصب تذكاري في ميدان تل ابيب، وكل الناس تشاور عليه تقول فعل هذا الرجل، هذا الابن البار، ابن اختنا، فعل لنا ما لم يفعله مفاعل ديمون، فعل لنا بما لا يفعله اي رئيس وزراء مسك اسرائيل، فعل لنا ما لم يفعله شارون، فعل لنا ما لم تفعله جولدا مائير، فعل لنا ما لم يفعله مشيد ايان، فيعملوا نصب ديسكاري. هذا الرجل استطاع ان يخلي مصر ما تنفعش ترفع راسها تاني كده غير بعد 100 سنه. يقوم بقى فكره، بقى اي فكره بتراود الشعب المصري ناحيه اسرائيل ولا حاجه من دي، خلاص يا منين بقى يا حبيب قلبي، منين يابا، انت لا في اقتصاد ولا في شعب منقسم على بعضه، ولا وتروح تتكلم مع اسرائيل. طب يا ابني شوف الجزر بتاعتك اللي اتاخدت منك، وشوف نهر النيل اللي اتاخد منك، وشوف المياه الاقليميه اللي اتفرط فيها. هنخرج منه، من السيسي ده، وندخل في دوامه لا يعلمها الا الله، الا الله. وده ملخص البوست اللي كتبه اهم داعم اقتصادي لعبد الفتاح السيسي، اهم من يدعمه عبد الفتاح السيسي اقتصاديا. خرج بمنتهى البساطة ملخص هذا البوست ان هذا الرجل جاء بمخطط لانهاء مصر، وصدق ونفذ عبد الفتاح. على فكرة عبد الفتاح السيسي نجح نجاح غير طبيعي في المخطط اللي كان جاي عشان غير طبيعي. ومبروك لقيادات الجيش، لن يرحمكم التاريخ. ومبروك لكل مواطن دعم عبد الفتاح السيسي. يكفي ان بينك وبين نفسك هتبقى عارف انك في يوم من الايام كنت بتدعم واحد سلم بلدك على المفتاح، وانت ما كنتش مغيب ودعمته لمدة ساعة ولا اتنين، ده انت دعمته لعشر سنين وازيد من 10 سنين. واللي كان بيوعيك ويقول لك السيسي ومخططه كنت بتروح تكيل له الاتهامات وتكيل له الشتائم وتعمل فيه ما لم يفعله احد. مبروك عليكم السيسي، مبروك عليكم مصر اللي تسلمت على المفتاح باعتراف اهم اقتصادي داعم لعبد الفتاح السيسي. مصر احتلت. سلام عليكم.